ليكم هذا هو السر لنجاح الجينوا تاعنا. خاص هذا البيض مع السكر نطلعوه حتى يولي اللون ديالو ابيض. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتصار شانيل. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم لا فيديو ديالي نتوما في احسن الاحوال. ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناة، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. واذا كنتي اول مرة كتشوفي قناتي ما تنسيش تنضمي للعائلة ديالنا وتضغطي على الجرس باش توصلي بجديد الوصفات فيديو جديد. وفي هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم سويس رول او حلوة لاكريم من اروع ما يكون، سهلة بسيطة اقتصادية حلوة 5 في 5 اللي ناجحة الجينوا الساعه مليون في المية. واخا تكوني اول مرة غتجربيها غادي تنجح معاك وتبهري بها العائلة تاعتك. مذاقها جد خطير، اكيد اللي ذاقها عندك غادي يسولك على المقادير والطريقة. وكيف قلت لكم سهلة وبسيطة، ما عليك غير تبعي جميع المراحل وتشوفي الفيديو من الاول حتى الاخر باش جميع الملاحظات اللي غادي نعطيك في الفيديو تستافدي منهم وتنجح معاك الحليوة تاعتك. وكنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 5 الحبات ديال البيض يكونوا واخدين درجه حراره المطبخ. ويلا نسيتوهم في الثلاجه وما جبتوهمش فدير واحد الكاسرول فيها الماء اللي كيكون دافي وحطوا فيه البيض تاعكم واحد 3 ثواني ولا 4 ومن بعد هزوه باش تخدموا به. ضروري البيض يكون واخد درجه حراره المطبخ باش هاد الجينواز هذا تنجح معنا. غادي نحتاجو 5 المعالق ديال الزيت نباتيه، 5 المعالق ديال السكر الخشن او السكر سنيده، غادي نحتاجو خميره واحده من وزن 7 غرام او بيكين باودر، وغادي نحتاجو نص ساشي ديال السكر الفاني. غادي نحتاجو منها نص، غير نص ديال هاد الباكيه هادي غادي نحتاجو نص ديالها. وعندي هنا 5 المعالق ديال الدقيق الابيض الفورس يكون مغربل او منخول. هاد المعالق هاد الفورس هذا خاص المعلقه تكون بومبي، يعني خاص تكون عامره. انا خديت العبار بهاد المعلقه هادي هي باش عبرت الدقيق وعبرت السكر وعبرت الزيت. مكونات ساهلين وواضحين، غادي ندوزو دابا الطريقه. بالنسبه للطريقه خديت السلافه تاعتي درت فيها هنا الحبات تاع البيض، غادي نضيف عليهم قبيسه تاع الملحه وغنضيف عليهم نص ساشي ديال السكر الفاني، وغادي نضيف هنايا السنيده او السكر الخشن 5 المعالق. غادي ناخذ المكونات غادي نطربهم مزيان بالطراب حتى كنحصل على واحد الكريمه. وهذا هو السر ديال النجاح ديال الجينوا تاعنا، ضروري هذا البيض مع السكر نطربوهم مزيان حتى نحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون طالعه. وهنا البنات كيف كتشوفوا بعد ما طلعت الكريمه تاعتي، يعني ضروري هذه العمليه البنات. وكيف قلت لكم هذا هو السر لنجاح الجينوا تاعنا، خاص هذا البيض مع السكر نطلعوه حتى يولي اللون ديالو ابيض بحال هكا وكنحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون شويه عاقده. ها انتما كتشوفوا ضروري كتاخذ منكم 5 ولا 6 دقائق وكتكون جاهزه معكم، غير صبروا ليها وطلعوا البيض مزيان هكايا وصافي. هكا كتكونوا ضامنين بان الكريمه تاعتكم الجينوا تاعتكم غادي تجي ناجحه معكم. هنا في هذه المرحله هذه غادي نشعل الطراب وغادي نبدا نخوي في الزيت ديالي، وانا غادي نطرب غير شويه يعني غير واحد التدويره ولا جوج صافي وغادي نحبس. صافي البنات هنا بعد ما طلعت البيض والزيت وكلشي المكونات هنا تخلطوا وطلعتهم كيكونوا بهذا الشكل هذا، ضروري ما نحصلوا على هذا القوام او هذه الكريمه هذه. هنا غادي نضيفوا النواشف، غادي ندير هنا ساشي ديال خميره الحلويات او بيكين باودر اللي ضروري حتى هي ما نغربلوها. وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق ديالي من بعد ما غربلت الخميره والدقيق ديالي. فغادي نبدا هنا نخلط في الدقيق مع هذا الخليط ديال البيض والسكر والزيت، وكنبقى نخلطو هكا بواحد سباتيل من التحت للفوق باش هكا ما نهرسوش البيض، باش البيض اللي طلعناه ما نهرسوش ويعاود ينزل لينا. ضروري ما نبقاو نخدموا غير في السباتيل وكنبقاو نحركوا في اتجاه واحد حتى كنستجم لينا الخليط كامل. هنا خديت المول ديالي، خديت اللاطه اللي فيها 32 على 29 ف
فرشت ليها البابي كويسو وغادي نحاول نسرح العجينه كامله بواحد سباتيل، وكنهز هكا اللاطه كنبقى نخبط فيها مع الرخامه او كننزل فيها على الرخامه باش هكا العجينه تاعتي كتقاد وكتسوى ليا وكتاخذ واحد قياس واحد. هنا من بعد ما دخلتها الفران، الفران كان على درجه الحراره 180 المده ديال 10 تاع الدقائق، كانت الجلوه تاعتي طايبه يعني ما تنسوش فيها الطياب، خاصها تبقى هكايا غير 10 تاع الدقائق باش تبقى لينا جينوازه رطبه. هنا خرجتها وهي سخونه، غادي نديرها في هذا المنديل هذا وغادي نلفها، نلفها هكايا على بعضياتها. قبل ما نلفها كنقلبها وكنحيد ليها هذاك البابي كويسون باش هكا ما كيلصقش. وشوفوا البنات راه كتجي ناجحه، كتجي خفيفه ورطبه، وحتى هاد الكاغط ديال الطبخه او البابي كويسون ما كيلصقش عليها، كيتحيد بكل سهوله كيف كتشوفوا، يعني غادي نزولو بكل سهوله دغيا كيتحيد. من بعد غادي نرجعو عليها وغادي نلفها بهذا المنديل هذا وغادي نحطها واحد 15 او 20 دقيقه، يعني ما كتاخذش بزاف تاع الوقت باش هكا تبرد ليا وندوزو باش نزينو الجينواز تاعنا. صدقوني البنات هاد الجينواز راه كيف ما كتبان لكم مقاديرها بسيطه واقتصاديه وسهله في الخدمه، وكتجي واعره الجينواز، كتجي خفيفه، كتدوب في الفم مقطنه، يعني ناجحه مليون في المية. غير زعموا البنات وجربوها، اللي عمرها ما صايبت هكا الجينواز تصيب هاد الجينواز هذه، راه ناجحه مليون في المية. صافي البنات خليت الجينواز ديالي في الثلاجه كتبرد ودس، هنا غادي نصايب الكريمه. غادي نحتاج هنا عندي 250 غرام ديال الكريمه، انا درت هاد الماركه هذه هولالا، نتوما ممكن تستعملوا غير ديال العبال. اللي بغات دير كريمه تاع العبار غتاخذ 250 غرام، اللي بغات دير كريم شونتي فغديروا كباكيه تاع كريم شونتي مع كاس ديال الحليب يكون بارد، يعني 250 غرام ديال الحليب. كيف قلت لكم عندي هنا 250 غرام غادي ناخذ مع جوج دانيت او جوج فلون كراميل، غادي ناخذ منه جوج. هاد الكريمه البنات بهاد الفلون هذا كتعطي واحد المذاق رائع، كتجي واحد الكريمه اللي هي زوينه ولذيذه بزاف. غادي ندوزو دابا باش نخدموهم. كيف شفتوا معايا انا عندي هاد البول هادي بارده، يعني درتها في المجمد، دانيت حتى هو درته في المجمد، والكريمه حتى هي درتها في المجمد، يعني ضروري باش الكريمه تنجح معكم يكون كل شيء بارد عندكم. غادي ناخذ هنا الكريمه تاعتي، غادي نضيف عليها جوج ديال الكراميل، وغادي ندوزو باش نطلعو الكريمة تاعتنا. كنأكد البنات البول يكون بارد، وهاد التراب حتى هو ديرو في المجمد الكريمة، يعني جميع المواد باش غتخدمو الكريمة تاعتكم تكون باردة على الأقل واحد 10 دقايق في المجمد. بالنسبة للكريمة عندي أنا حلوة مغتحتاجش ندير فيها السكر، نتوما وانتوما الا درتو الكريمه ديال العبار فراه غديروا السكر على حسب الذوق تاعكم. هنا كنبقى نضرب حتى كتطلع لي الكريمه وكيتضاعف الحجم ديالي. صافي البنات بعد ما طلعت الكريمه خاصها تكون على هذا الشكل هذا، يعني واحد الكريمه اللي كتكون عاقده وكتضاعف الكميه تاعها. غادي ندوزو دابا باش غادي نزينو الكيك ديالنا. هنا خديت الجينواز تاعي بعد ما خليتها في المجمد 20 دقيقه، فكانت جاهزه باش نخدم بها. كيف قلت لكم البنات غير 15 دقيقه او 10 دقائق كافيه، كيف كتشوفوا معايا ما كتهرس ما كتخسر ما حتى شي حاجه. هنا خديت كاس وجدت ليها السيرو، خديت كاس ديال الماء ضفت معاه نص كاس ديال السكر وساشي تاع الفاني، خليتهم تغلى واحد شويه. كنسقيها غير شويه، يعني ما كتحتاجش هذاك الكاس كامل، لان اصلا الكيك ديالنا او الجينواز كتكون خفيفه وكتكون رطبه. من بعد عمرتها بالكريمه وروليتها، وهنايا غادي ندوز باش غادي نزين ليها او نسوي لها الوجه ديالها. غادي نزينو كامل هكا بالكريمه، غادي نعمرو بالكريمه مزيان، ومن بعد غادي ناخذ واحد سباتيل او واحد السكين اللي طويل غادي نقاد ليها الوجه تاعها. هنا كيبقى التزيين اختياري، ديروا اللي يعجبكم. انا غادي ناخذ هذه المبشره او القطاعه ديال الخضر عند هاد الحاشيه هذه كيف كتشوفوا، فهي اللي غندير بها التزيين ديال جذع ديال الشجره. ها يعني كنسهل عليكم، كنقول لكم حتى المواد باش تخدموا خدموا باللي كاين واللي متوفر عندكم في الدار. هكا حيل كنستعملهم الا ما كانش عندي شي حاجه، فما كنوقفش ولا كنقول صافي ما نديرش الحاجه، ما عنديش هاد الحاجه، فكنعدي باللي كاين عندي. كيف شتو درت هاد الديكور هذا، وهنا خديت البوش غادي ندير هكا وريدات من الفوق. من بعد خديت هنا صلصه الكراميل، هاد الكراميل البنات راه فيت نزلتها لكم في القناه، حتى هي ناجحه 100% كتجي مذاق هائل وكتبقى معكم مده في الثلاجه. غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. هنا زينت الكريمه تاعي كيف شفتوا كامله بالصلصه،
وغادي نزينها بالشوفان كراميليزي، حتى هو راه نزلته لكم في القناه البنات، كيجي واعر، كيجي مذاق هائل، وكيعطي واحد المنظر وواحد التزيين اللي راقي. الثمن تاعو معروف، كيتباع في المحلات، كيتباع غالي، الثمن تاعو شويه غالي، فغتوجدوه في البيت تاعكم، كيطلع رخيص ورخيص بزاف، وطريقته ساهله وبسيطه. اللي مهتمه وبغات تصيبو، وكيجي مذاق واعر البنات، وكيعجب حتى الوليدات، كيحمقوا عليه الوليدات الصغار، كيعطي واحد المنظر في الحلويات. ممكن تخدموا به في الصابلي، في يعني عنده استعمالات كثيره وكثيره. وفيت لي شاركت معكم في واحد الكلاص، دخلته في الكلاص حتى هو. غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد الشوفان كراميليزي في صندوق الوصف، اللي مهتمه وبغات تصايبو تشوفو، فما عليكم غير تدخلوا الفيديو، راني شارحه الطريقه والتفاصيل كاملين. هنا من بعد ما غادي نزين الحلوه تاعتي، غادي ندخلها الثلاجه واحد المده تاع ساعه حتى تبرد، ونتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه تاعتي، حلوه اللي كتجي راقيه في المنظر، لذيذه في المذاق، وبسيطه في المقادير، حلوه اللي ناجحه مليون في المية. الجينواز تاعتها كتجي هائله، ممكن تخدموا بها حلوه كبيره، ممكن ديروها هكا في سويسرول، تخدموا بها كيف ما بغيتوا، ما عليكم غير تجربوا هاد المقادير ديال هاد الجينواز ديال البنات. راه كيف شفتوا معايا، خمسه خمسه من الحاجه، وكتحصلوا على نتيجه جد رائعه، نتيجه اللي غادي تبهروا بها، غتجيكم حلوه ديال الباتيسريات الكبار، وغادي تحضروها في البيت تاعكم بمواد اللي عارفين اشنو فيها، وبثمن اللي رخيص ورخيص بزاف. تجمعوا بها مع وليداتكم ومع العائله تاعكم، وبهاد الحلوه دي تخلقوا السعاده. كنتمنى هاد لافيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش البنات كنقولها لكم دائما في الفيديوهات، من اللايكات تاعكم، راه ما كتديروش ليا لايكات، وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل اللي تعم الفائده، وتزيدوا تشجعوني باش نزيد انا نعطيك اكثر واكثر. ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله. ما بغيتش فرشاه خويا.